للمزيد معي مباشرة من عمان أحمد عزام، وهو المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي. أحمد، أهلا وسهلا بك. أرقام التضخم الأخيرة اللي شفناها في الولايات المتحدة خوفت المستثمرين نوعا ما، أرقام البي بي آي وأيضا السي بي آي، يعني أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين، وبالتالي الآن الأسواق عم بتسعر أنه الخفض سوف يكون هذا العام ب 90 نقطة أساس. بهذا نقارنه مع توقعات كانت بتخفيض ب 150 نقطة أساس في شهر فبراير. برأيك أحمد، في بداية شهر فبراير، برأيك سيد أحمد، هل تتفق مع توقعات أنه 90 نقطة أساس هي توقعات منطقية أم ما زالت متفائلة؟ صباح الخير لارا، شكرا للاستضافة. نعم، 90 نقطة أساس على ما أعتقد لا تزال بعض الشيء متفائلة. الأسواق من ناحيتين متفائلة بعض الشيء، من ناحية الأرقام الاقتصادية، ومن ناحية أخرى يوجد عدم ثقة في الفيدرالي الأمريكي من تصريحاته الأخيرة. الوضوح بشكل واضح لحتى الآن الانقسام بين ما يقدمه الفيدرال الأمريكي وبين ما تعتقده الأسواق، بالرغم حتى من أن البيانات الاقتصادية على ما أعتقد بعض الشيء تدفع بأن تخفيض أو أول تخفيض لأسعار الفائدة قد يحتاج بعض الوقت، على ما أعتقد تنبيه أو إشارات جيروم باول في الفترة الأخيرة أنه يحتاج الثقة من البيانات الاقتصادية واضح وجلي بأنه يحتاج قراءات متتالية بالنسبة للتضخم، قراءات لا ليست حتى عند المستهدف بل قريبة للمستهدف، قريبة من مستويات 2%، لا نزال بعيدين بعض الشيء بالنسبة للمستهدف الفيدرالي الأمريكي. وحتى مع مرور الوقت لا تزال أرقام التضخم قد تكون راسخة بعض الشيء. تاريخيا التضخم لم ينخفض أو لم يختفي حتى في موجة واحدة، فلذلك لا يزال هناك بعض المخاوف بأن يكون هناك موجة أخرى من ناحية. من ناحية أخرى تضخم الخدمات لا يزال راسخ في الاقتصاد. من ناحية ثالثة على ما أعتقد الأرقام الاقتصادية 12 شهر سيتم إزالة أرقام المرتفعة، أرقام 5% وأرقام 4% بعد قراءات الثلاث أشهر، فلذلك قد يكون صعب بعض الشيء بأن يكون هناك السيطرة على أرقام التضخم والحصول على 2% وصولا إلى شهر 5 أو شهر 6، كما تعتقد الأسواق بأن هناك أول تخفيض في شهر 5 القادم بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. لذلك 90 نقطة أساس أعتقد أن لا تزال متفائلة، يمكن حتى 75 نقطة أساس يمكن تكون متفائلة بعض الشيء، فيما لو نظرنا بأن قد يكون هناك إشارات للتضخم في الفترة القادمة للارتفاع. على ما أعتقد لارا يمكن أميل إلى وجهة نظر أن يكون هناك انخفاضات لأرقام النمو في الفترة القادمة، أن يكون الفيدرال الأمريكي مدعاة للإجبار لتخفيض أسعار الفائدة خوفا من دخول مرحلة الركود الهارد لاندينج. على ما أعتقد بما أنه الاقتصادات حلقات مرتبطة سويا قد يكون هناك مخاوف بأن يصل الفيدرال الأمريكي ركود تقني، كما وصلوا طبعا الاقتصادات الأخرى هنا اليابان أقصد وبريطانيا وعلى حافة الهاوية أوروبا. لذلك قد يكون المخاوف من النمو الاقتصادي أن ينخفض في الفترة القادمة، لكن بالنظر للأرقام الاقتصادية أعتقد بأن حتى شهر 5 يمكن قد يكون متفائل بعض الشيء لأول تخفيض بالنسبة للفيدرالي. أحمد، دعني أنتقل إلى أرقام التضخم المنتظرة هذا الأسبوع من منطقة اليورو، هل ممكن أيضا أن تكون أعلى من التوقعات كما رأينا هذه المفاجأة في الولايات المتحدة؟ أميل إن أن تكون مرتفعة بعض الشيء. الوصول أو حتى التقدم الحاصل في الفترة الأخيرة بالنسبة لاقتصاد اليورو والسيطرة على أرقام التضخم قد يكون بعض الشيء جيد جدا لرى. يمكن أكثر المتفائلين في العام الماضي أن يصل التضخم في أوروبا للمستويات الحالية، مستويات القريبة من 3%، قد يكون جيد جدا خاصة في خضم التوترات الجيوسياسية بالنسبة للقارة الأوروبية. لذلك قد تكون هناك بعض الإشارات لارتفاع، لكن المخاوف الكبرى ليس فقط التضخم، النمو الاقتصادي هنا لارى. النمو الاقتصادي وصل إلى مرحلة حافة الهاوية بالنسبة لأوروبا، وصول مرحلة حتى ألمانيا لو لم يتم تعديل القراءات السابقة لكان دخل الاقتصاد الألماني في مرحلة الركود التقني. أوروبا بشكل عام، منطقة أوروبا قد تصل إلى مرحلة الركود في الفترة القادمة. لذلك المخاوف هنا من الهارد لاندينج، أن يكون هناك وصول لمرحلة الركود في أوروبا، وهذا ما أعتقد أن نصل في الفترة القادمة، وأن يكون التضخم لا يزال أعلى من المستهدف. لذلك أعتقد أن التضخم قد يكون أو يسجل بعض الارتفاعات في القراءة الحالية. سؤال أخير أحمد، وباختصار لو سمحت، ين فوق مستويات دولار، ين فوق مستويات 150، هل بتتوقع المزيد من الارتفاعات للدولار أمام الين؟
قد يكون ذلك النمو الاقتصادي في مرحلة الانكماش قد يعطي إشارات بأنه المخاوف من الركود التقني قد يستمر لفترة زمنية طويلة، لذلك إشارات البنك اليابان قد تكون بعض الشيء فيها تخوف، بالرغم من أن كازاويدا أشار الأسبوع الماضي بأن النمو الاقتصادي لن يكون أو لن يغير من حسابات بنك اليابان. أعتقد بأن قراءات الأجور في الفترة القادمة ستكون المفصل بالنسبة لبنك اليابان لتغيير السياسة النقدية للخروج، أقصد هنا من الفائدة السلبية، وصول إلى مستويات 153 أعتقد أن تكون واردة قبل أن يكون هناك انخفاضات. تصريح أخير بالنسبة للحكومة اليابانية في الفترة الماضية، المخاوف ليس من انخفاضات الين، لا بل المخاوف من انخفاضات الين في يوم واحد، أن يكون هناك انخفاضات بشكل متسارع. لذلك 153 إلى مستويات 155 أعتقد أن يكون هناك تدخل، سواء كان تدخل في الـ FX currency أو تدخل في العملة، أو حتى أن يكون هناك رفع لأسعار الفوائد. لن يكون رفع بكل تأكيد رفع قوي جدا بالنسبة لبنك اليابان، لكن قد يعطي بعض الثقة في العملة، في عملة الين. شكرا لك أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي. شكرا لك.